الأخبار والظاهرة مباشرة من الأولى إليكم العناوين. على مدى 3 أيام العاصمة الاقتصادية للمملكة تحتضن فعاليات المعرض الدولي للحبوب والمطاحن بمشاركة أزيد من 100 عارض من الدول العربية والأوروبية. بتطوان وطيت انطلاقة الموسم الدراسي لبرنامج الفرصة الثانية الجيل الجديد، برنامج يزاوج ما بين التكوين المهني والتربية غير النظامية. وفي اليوم العالمي للبريد نتوقف عند منافسة وسائل التواصل الحديثة لبعض الخدمات الأساسية التي يقوم بها البريد كنقل الرسائل وخاصة البطائق البريدية. السلام عليكم. تحتضن العاصمة الاقتصادية للمملكة على مدى 3 أيام فعاليات المعرض الدولي لصناعة الحبوب. التظاهرة تعرف مشاركة أزيد من 100 عارض من الدول العربية والأوروبية، وتتوخى إبراز التطور الحاصل في القطاع على المستوى الدولي. روبورتاج أمين هناوي ومحمد شكير. بحضور حوالي 100 عارض من المغرب وعدة دول عربية وأوروبية، يحتضن فضاء المعارض بالعاصمة الاقتصادية وعلى مدى 3 أيام المعرض الدولي لصناعة الحبوب. معرض يهدف لإبراز مدى تطور هذا المجال الذي يتوفر اليوم على أزيد من 164 مطحنة وقدرة اشتغال تناهز 11 مليون طن، بالإضافة إلى تشغيل حوالي 10,000 عامل. كما يسعى المنظمون لعقد شراكات واتفاقيات بين المهنيين والموزعين وباقي المشتغلين في مجال صناعة الحبوب. إذن هو قطاع له أهميته، والحمد لله أنه بلدنا يعني كاين صناعة حويلية اللي هي جد مهمة في جميع الأنواع ديالها، واللي كتبين بأنه كاين واحد الدينامية وعندنا واحد لكاباسيتي تقريبا ديال 110 مليون قنطار اللي هي تقريبا 40% أكثر من زعما الحاجيات ديال المعامل. دونك كاين واحد لسيور كاباسيتي. قطاع عنده أهمية واضحة وقيمة مضافة جد مهمة بالنسبة للأمن الغذائي في بلدنا، بالنسبة للتشغيل، بالنسبة للقيمة المضافة اللي كيضيفها بالنسبة للاقتصاد الوطني. الجاذبية ديالو واضحة لأنه الحضور كيأكد بأنه هذا قطاع متميز من بين القطاعات الواعدة واللي كتشتغل في بلدنا. ويبلغ حجم معاملات هذا القطاع أزيد من 20 مليار درهم، ما يفرض على المهنيين تطوير الآليات والتجهيزات ومواكبة آخر المستجدات التقنية المتوفرة بالأسواق الدولية. شاركنا بالكسكس التقليدي من أجل أن يتم احتضانه من طرف الكسكس الصناعي. مشاركتنا اليوم هي فرصة للاحتكاك بالمطاحن صيغتها الجديدة للحبوب اللي يمكن دخل في الإنتاج والصناعات الكسكس الخماسي. معرض يمثل لنا واحد نافذة على التقدم التقني اللي وقع الحاصل في القطاع ديالنا، وفي نفس الوقت تنشوفوا فيه شحال ديال العارضين ديال الآليات والتقنيات الجديدة ونافذة ديال بالنسبة لنا ديال تحسين الإنتاج. هذا معرض مهم لأنه أولا كيعطي واحد نظرة على القطاع، لقطاع كيبقى قطاع محوري بالنسبة لسلسلة الحبوب من الإنتاج حتى الاستهلاك. طبيعة الحال هذا المعرض كيكون فيه اللقاء ديال جميع الفاعلين والمتدخلين في هذا القطاع سواء في داخل المغرب أو خارج المغرب. وينتظر المنظمون حضور حوالي 2000 زائر ومهني لعقد لقاءات وشراكات تهدف لتطوير هذا المجال وبلورة استراتيجية العمل الهادفة لتأمين حاجية الأسواق الوطنية وولوج مجال التصدير بالأسواق الإفريقية والأوروبية. وللحديث حول هذه التظاهرة الدولية معي مباشرة من الدار البيضاء السيد شكيب العلج، رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن ورئيس الجامعة البيمهنية للحبوب. السيد العلج أهلا بك. كسؤال أول، ما أهمية تنظيم هذه التظاهرة بالنسبة لتطوير القطاع على الصعيد الوطني؟ أولا شكرا. والأهمية ديال تنظيم هذا هو يكون واحد اللقاء ما بين المهنيين وما بين الناس الفعالين ديال المهنة كلها. وهذا العام هذا كما قلتوا كاين 90 100 اكسبوزون من 15 دولة أجنبية، والحمد لله كاين تمثيلية، والإخوان كيشوفوا شنو هو الابتكارات الجديدة بالنسبة للتقنية وبالنسبة للآلات في المستقبل إن شاء الله.
إذن إذا تحدثنا عن قطاع المطاحن، ما الدور الذي يقوم به في النسيج الاقتصادي الوطني عموما في المجال الفلاحي على وجه الخصوص؟ كما قلتوا في العرض ديالكم كاين 165 مطحنة تقريبا، والدور ديالها بيانسوغ هاد المطاحن هادو هما اللي كيطحنوا جميع الانتاج ديال الفلاح المغربي، وكيديروا الامن ديال الدقيق في البلاد، وكيخدموا تقريبا 10,000 عمال في ديريكت، وكيديروا ان شيف دافير ديال 20 مليار ديال الدرهم، وهاد المهنه هادي اساسيه بالنسبه للاقتصاد ديال البلد. وكما قلت لكم قبيله بان المعرض كيمثل واحد الباب باش الناس كلهم كيتحاوروا وكيتناقشوا باش يمكننا نزيدوا القدام ان شاء الله. هل ينتظر ان يتم عقد شراكات خلال هذا المعرض بالنسبه للمهنيين؟ كاين عقد شراكه مع الدوله مع الكنديين، لان مكنونا بالنسبه للمعهد ديالنا، كاين واحد المعهد عندنا تقريبا عنده دابا 20 سنه اللي كيكون دابا كون اكثر من 500 تقني، وهاد التقنيين خدامين دابا كاع المطاحن كلهم التقنيات ديالهم كلهم مغاربه، قبل كانوا اجانب، دابا الحمد لله كلشي 100% ديال التقنيين مغاربه، وعندنا تقريبا في هاد 500 واحد تقريبا 80 واحد اللي الان كيخدم في افريقيا الجنوبيه، في تونس، في السعوديه، في الامارات، وكذلك في اوروبا الحمد لله كيمثلوا المهنه ديالنا بواحد الشرف. ودابا الان عندنا درنا المعهد ديال الكسكس ولي بات مع الكنديان اللي وقعنا اليوم، عطاونا دعم ديال 6 مليون ديال الدولار، وكاين معهد ديال المخابز اللي غيبدا ان شاء الله فيما قريب، وغادي يكون الهدف ديالنا هو نكونوا 200 خباز سنويا باش هاد المهنه هادي حتى هي تحرف ويكون عندها مستقبل ان شاء الله. إذا أكيد أن هذه المعطيات كلها كتدخل في إطار الدور اللي كتقوم به التنظيمات المهنية كالفيدرالية الوطنية للمطاحن والجامعة المهنية للحبوب في تطوير هذا القطاع. تماما نفس الشيء، كاين هذه المهنة دابا الفيدرالية كتمثل المهنيين بالنسبة للإدارة، دابا هما اللي كيدافعوا على المصالح ديال المهنة والمصالح ديال الفلاحة كذلك، لأن المصالح ديالنا وديال الفلاحة راه مسار واحد، والحمد لله كيتبين بأن الإنتاج ديال الوطن غادي كيتحسن والجودة ديالو غادي كتحسن، وكنتمناو إن شاء الله باش في المستقبل نستعملوا أونكور بلوس دو بلي ماروك في الإنتاج ديالنا حنا. إذا سيد شكيب العلج رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن ورئيس الجامعة البيمهنية للحبوب، شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا في أخبار الظهيرة. نواصل في المجال الفلاحي. من جهة بني ملال خنيفرة بالمركز الجهوي للبحث الزراعي تادلة، تم تنظيم يوم دراسي علمي حول علم الجينات وآفاقها في تربية الأغنام بالمغرب. روبورتاج وصال مغري وعمر شليتي. هو يوم دراسي حول علم الجينات والآفاق المتاحة من أجل تطوير قطاع الإنتاج الحيواني بالمغرب، تظاهرة تم خلالها استعراض مجموعة من المعلومات الضرورية فيما يخص تربية الأغنام وكيفية زيادة إنتاجيتها. هذا كان هو عبارة عن فرصة اللي قاموا فيها الباحثين ديالنا بعرض نتائج ديالهم فيما يخص علم الجينات وفيما يخص كاع الأبحاث اللي كتدور في هذا الموضوع هذا، وكانت فرصة لتلاقي بين الباحثين والناس ديال التنمية من أجل تطوير هذا القطاع هذا. خدموا في واحد الإطار تشاركي بحيث أن مؤسسة البحث الزراعي في جميع القرارات كتحضر معنا احنا كغرفة فلاحية باش أطرنا وباش يعني كتنيرنا كتعطينا حتى المعلومات حول المنتوجات الجديدة التي توصل لها هاد المؤسسة هذه. هنا بضيعة التجارب الدروة التابعة للمركز الجهوي للبحث الزراعي تادلة، يتم تهجين سلالة أبي الجعد التي تتميز بكبر حجمها وارتفاع إنتاجيتها وجودة لحومها بسلالة الدمان الولودة، وهي تجربة ناجحة حسب المختصين. احنا كنلاحظ في عين المكان ديال واحد المحل اللي طورنا فيه واحد سلالة جديدة ديال الأغنام، فهاد البرنامج ديال تطوير هاد السلالة فكنبدا في 2002، وكان برنامج اللي الأهداف نتاعو هو أننا ننتجو واحد السلالة اللي كتميز بواحد التوالدية كبيرة وواحد النمو تا هو كبير.
تعتبر إذن تربية الأغنام من أهم ركائز الإنتاج الفلاحي في المغرب، لذا أضحى من الضروري تدبير هذا القطاع بطريقة معقلنة وناجعة للرفع من إنتاجيته. في موضوع آخر، أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء أن هزة أرضية بقوة 4 درجات على سلم ريشتر سجلت مساء أمس بإقليم خنيفرة، وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد في نشرة إنذارية أن هذه الهزة التي حددت بؤرتها بالجماعة القروية سيد يحيى أوساعد وقعت عند الساعة 8:48 مساء. في الخبر الدولي، تعيش الحدود التركية السورية حالة من الترقب على خلفية إرسال تركيا مركبات مدرعة إلى الحدود تحسبا لعملية عسكرية محتملة في الشمال السوري، وذلك بالتزامن مع ذلك أعلنت القيادة الكردية اليوم النفير العام لمدة 3 أيام. من جهته، حذر وزير الخارجية الروسي من مخاطر توجيه واشنطن إشارات متناقضة حول انسحاب أمريكي من شمال سوريا، معتبرا أن ذلك قد يشعل المنطقة برمتها. تطورات الملف في تقرير مريم العفير. التطورات في سوريا تتسارع على خلفية إرسال تركيا مركبات مدرعة إلى الحدود تحسبا لعملية عسكرية محتملة في الشمال السوري. زد على ذلك سحب الولايات المتحدة الأمريكية ما بين 50 و100 جندي من أفراد القوات الخاصة من الحدود الشمالية، ما أثار موجة من الانتقادات. ورغم تأكيد واشنطن عدم التخلي بأي شكل من الأشكال عن الأكراد الذين وصفتهم بالأشخاص المميزين والمقاتلين الرائعين، حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم من مخاطر ما أسماه التناقضات حول انسحاب أمريكي من شمال سوريا. لقد كررنا موقفنا في سوريا بما في ذلك منطقة الحدود السورية التركية، وموقفنا لا لبس فيه بناء على مشاكل هذا الجزء من الجمهورية العربية السورية من خلال الحوار بين الحكومة المركزية في دمشق وممثل الطوائف الكردية التي تعيش تقليديا في هذه الأرض. تزامنا مع ذلك، أعلنت قيادات كردية اليوم في بيان حالة النفير العام لمدة 3 أيام على مستوى شمال وشرق سوريا، ودعت كافة الإدارات والمؤسسات والمواطنين بكل مكوناتهم للتوجه إلى المنطقة الحدودية المحاذية لتركيا بهدف القيام بواجبهم الأخلاقي وإبداء المقاومة في هذه اللحظات التاريخية الحساسة، يقول البيان. من جانبها، حذرت جامعة الدول العربية من أن العملية العسكرية المزمعة من جانب أنقرة في العمق السوري ستفتح الباب أمام المزيد من التدهور في الموقف الأمني والإنساني بهذا البلد، معبرة عن القلق حيال الخطط المعلنة والاستعدادات الجارية من جانب تركيا للقيام بعملية عسكرية في سوريا. وبالعراق، أعلنت وزارة الدفاع اليوم إنهاء حالة الطوارئ القصوى لقوات الجيش وإعادة القوات إلى حالتها الاعتيادية بعد استقرار الوضع الأمني في جميع المحافظات. في غضون ذلك، قررت الحكومة العراقية في بيان لوزارة الدفاع العراقية اليوم رفع الحظر عن خدمة الإنترنت في العاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد في ساعات الدوام الرسمي، وذلك بعد أن حظرت الولوج إلى الخدمة على خلفية الاحتجاجات التي عمت مختلف المحافظات. في ملف الانتخابات التونسية، قدم نبيل القروي أحد مرشحين في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية التماسا قضائيا يطلب تأجيل الاقتراع المقرر في 13 من الشهر الجاري، وذلك إلى حين انقضاء أسباب عدم تكافؤ الفرص. إلى ذلك، يرتقب أن تعلن اليوم اللجنة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية الكاملة للانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي بعد استكمال فرز النتائج لكل الدوائر الانتخابية التي يبلغ عددها 33 دائرة. وكانت نتائج عمليات استطلاع الرأي كشفت عن تقدم حركة النهضة يليها حزب قلب تونس. اقتحم متظاهرون في الإكوادور مقر البرلمان في العاصمة كيتو مع تصاعد حدة التظاهرات المنددة برفع أسعار المحروقات وبسياسة حكومة الرئيس لينين مورينو الاقتصادية. وتمكن المتظاهرون ومعظمهم من السكان الأصليين من تخطي طوق أمني محيط بالمبنى وصارعوا للدخول إلى غرفة اجتماعات واحتلوا المنصة، لكن قوات الأمن تمكنت من طردهم بعد وقت قصير. وتسببت هذه الاحتجاجات المتواصلة منذ أيام بتراجع إنتاج النفط في البلد
بالثلث، وأدى استيلاء محتجين على 3 منشآت نفطية في منطقة الأمازون إلى تراجع إنتاج النفط بنسبة 31% وفق ما قالت وزارة الطاقة الإكوادورية. ونختم الخبر الدولي من ستوكهولم، حيث أعلن صباح اليوم عن فوز أمريكي وبريطاني وياباني بجائزة نوبل للكيمياء، وحاز الثلاثي الجائزة عن أعمالهم حول تطوير بطاريات الليثيوم إيون، وتستخدم هذه البطاريات في جميع أنحاء العالم لتشغيل الأجهزة الإلكترونية المحمولة، كما أتاحت بطاريات الليثيوم تطوير سيارات كهربائية طويلة المدى وتخزين الطاقة من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. نواصل بقية أخبار النشرة من تطوان وانطلاقة الموسم الدراسي لبرنامج الفرصة الثانية الجيل الجديد. البرنامج سيستفيد من حوالي 200 من التلاميذ المنقطعين عن الدراسة، وهو برنامج يجمع ما بين التكوين المهني والتربية غير النظامية. فالنشاكر العلوي، عبد العالي قنوني وعبد الحنين جميعي. داخل فضاء دار الصنائع والفنون الوطنية بتطوان الذي يحتفي بذكراها المئوية، أفاق جديدة تفتح في وجه الأطفال والشباب المنقطعين عن الدراسة بفضل برنامج الفرصة الثانية الجيل الجديد وعبر المدرسة الورشة التي تتيح لهؤلاء إمكانية العودة للدراسة والتأهيل المهني في عدة تخصصات من شأنها ضمان ولوجهم لسوق الشغل. الهدف من طبيعة الحال هو تمكينهم مجموعة من التعلمات الأساسية وأيضا واحد تكوين مهني مجموعة من الحرف، باش يمكن لهم أنهم إما أنهم يتابعوا الدراسة ديالهم في المسار الدراسي ديالهم العادي يعني السلك النظامي، أو لا أنهم يتابعوا الدراسة ديالهم في معاهد التكوين المهني. برسم الموسم الدراسي 2019-2020، برنامج الفرصة الثانية الجيل الجديد يتيح لنحو 200 من اليافعين غير الممدرسين فرصة جديدة لرسم معالم مستقبلهم عبر تخصصات من قبيل كهرباء البناء، الترصيص، الخشب وترميم التراث، الحداد الفنية والجبس، تخصصات إلى جانب الدراسة يتلقونها لتحقيق أحلامهم. بس نريد باش انقطعت للدراسة، وواحد الأخ ديالي كان مباني هذا التكوين هذا وجيت لي رجبر تكوين مزيون، يعني كنت تعلمه في الشعبة ديالنا في شعبة الترصيص، وفي نفس الوقت كنت تعلمه قراية ما بين العربية وفرنسي، وما دمت بس نريد انقطعت للدراسة يعني يدخلونا نكملوا التسعة ديالنا حرة، وكيدخلونا نتعلموا بكالوريا شي حاجة من بعد ما جيبوا التسعة، وهي تكملوا المقاولة الذاتية ديالنا. أنا عجبتني شعبة الكهرباء البناء واللي غنستفد منها في حياتي المهنية والمستقبلية إن شاء الله، واللي بإمكاني يفتح بها مقاولة وندوز ستاجات في شركات اللي نقدر نستفد منهم بزاف. انطلاق الدراسة بالمدرسة الورشة وبرنامج الفرصة الثانية الجيل الجديد بتطوان برسم الموسم التربوي الحالي يشكل إذن انطلاقة حقيقية وجديدة في حياة من انقطعوا عن الدراسة، ومع كل ورشة تكتب بداية حياة عملية لجيل الفرصة الثانية. يحتفل العالم يومه الأربعاء 9 من أكتوبر باليوم العالمي للبريد، وهو تاريخ تأسيس الاتحاد البريدي العالمي عام 74-800 في العاصمة السويسرية بيرن. وبالمناسبة نتوقف عند المنافسة التي فرضتها وسائل التواصل الحديثة مثل البريد الإلكتروني وتطبيقات المراسلة الفورية وغيرها من الابتكارات التقنية على بعض الخدمات التي يقدمها البريد كالتواصل بواسطة البطائق البريدية. من مراكش روبورتاج لسمية بالعياشي، محمد حسن مسكور ويوسف الشركي. لا زال للبطاقة البريدية وسط ما يعرض بساحة جامع الفنا من تذكارات ومشغولات يدوية حيز صغير، وبالرغم مما تعرضه هذه البطاقة من محتويات جميلة عن الطبيعة والمآثر التاريخية والمتاحف، فإنها تقابل بجفاء من قبل الزائرين. كارت بوستال كاينين ما كيشروهمش الناس فعلا، الناس باغا تشوف سياحه مابقاش باغا تشوف لي كارت بوستال، كتدخل المدينه كتشوفها بعينيها وتدخل هي كتكتشف شنو بلا ما يشوفوا شنو اللي بقى، لانك فعلا تحذفات هذه القضيه هذه. البطاقة البريدية التي هي في أذهان العديد من الأجيال رسالة جميلة تنقل المفاجآت السارة وعبارات الود بين الأحباب والأقارب، رسائل أضحت اليوم مجرد ذكرى، أما الشباب فلا يكادون يعرفون عنها شيئا. ما كنا الناس الكبار اللي عندهم واحد شويه ديال الحس ديال لي كارت بوستال، لا
عندهم واحد جوج ديال لي سوفونير تيديروا في لي سميت في لي كارني ديالهم تيشوفوا لي سوفونير ديالهم. هما اللي باقين شي جويه هما الشباب دابا ما بقاش عنده ولا عنده كلشي في التليفون تيشوفوا في التليفون و سي بون ما عندوش فوالا تيصور تصويره تيشوفها في التليفون. إذا كان السبب راجع بالأساس إلى منافسة وسائل التواصل الحديثة، فهل استطاع الكم الهائل من الصور المخزنة بداخل ذاكرات الهواتف النقالة والأجهزة الإلكترونية الأخرى أن يحقق متعة التوصل بصورة واحدة على ظهر بطاقة بريدية تقطع المسافات لتصل إلى المرسل إليه الذي يكون في انتظارها بشوق كبير؟ لأنه ثقافة ديال الكتابة كالبوصل باقي شويه شاد الناس يعني خاصه التوريس السياح يعني المغاربه قليل يعني الثقافه بدات ديال الكابوستال الكابوستال بدا ينقص باقي بعض السياح تيقتنيو ولكن ماشي بديك الكثره عندك شي قليل. ولعل الحديث عن البطاقة البريدية يحيل إلى التساؤل عن الرسالة الخطية وعن ساعي البريد الذين أصبحوا يواجهون نفس المصير الاختفاء التدريجي. في الخبر الرياضي بلغ اليوناني ستيفانوس ستيسيباس الدور الثامن النهائي من دورة شنغهاي الصينية ثامن دورات الماسترز للألف نقطة في كرة المضرب وذلك بفوز صعب على الكندي فيليكس أوجي الياسيم فيما لم تكن المهمة أسهل على الألماني ألكسندر زفيريف الذي تغلب على الفرنسي جيريمي شاردي كما تأهل لنفس الدورة السويسري روجي فيدرر بعد فوزه على الإسباني ألبرتو راموس فينولاس. نهاية النشرة أذكركم الآن بأبرز عناوينها. على مدى 3 أيام العاصمة الاقتصادية للمملكة تحتضن فعاليات المعرض الدولي للحبوب والمطاحن بمشاركة أزيد من 100 عارض من دول عربية وأوروبية. بتطوان وعطية انطلاقة الموسم الدراسي لبرنامج الفرصة الثانية الجيل الجديد برنامج يزاوج ما بين التكوين المهني والتربية غير النظامية. وفي اليوم العالمي للبريد توقفنا عند منافسة وسائل التواصل الحديثة لبعض الخدمات الأساسية التي يقوم بها البريد كنقل الرسائل وخاصة البطائق البريدية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.